من رادیا کرن قبیل ایرتریا برنامه تیگرایت سلامت نت کبتو حیسام متنسیت ناکپو میویم لکم نایوم فجر برنامه جناگ نمبت از سلف اکبر عدو کاری گل قدم گل کم لجنة تنفيذية محبر وطن والد أنسات إريتريا على بعصر وقدامين الزوم اجتمع دي بيوم عصر ست وعصر سبع ديسمبر دي بأسمرة سرقلات دي بأقليم قاش بركا دي بقبط كل أسا من حد 700,000 شعب دد حمام يابسو قدمات في الدئي تقل الركاب لتشاك أقولكم سالهلام دي بيوم عصر 5 ديسمبر دي بارونتو دي بلغة مناسبة أنبوتة لا فيرارو دي بتشرحام دي باقليم قبلة تتلا سنة إلا دي بسع مركز شتل منالة شتلة زياد حتى نقطة حتى مليون شتل جاي حد سع متوسسة وكلا ألف بشعب فرار عمار كرم وأفراد كمسل شتلة وكيل بعلمش شتل وحيوانات كدنا السيد قبر ميكائيل برها حبرام مكاتب وزارة عمل وضمانة اجتماعية دي بمديريات شنبقة ودقة دي بدوارات قلالة لتركب عائلات قدعات بنواي أتحضر عام دي بمديريات قردت دي بوراد دريس وأدرسوت لطنح مشاكل وتعبت بأتحياس مشاركت وبقى الدراسة قل عدد قبوت قبل لطنح جهد نتيجة تركبت منهم حكومة قبل السودان وقوات مقاومتها لا تحدد وقت قدم تم متعديت حكومة قل أسسوتكم اتفقوا رئيس سلباكير ميادريد أتامرام ديش جمهورية كونغو دي مفقار ضحاينا إلى عدلة لتحركوا قوات مقاومة رواندا إبالة وديو عمليات عسكرية لا تبطي يوم حد 300 سلحام إقل حكومة رواندا كم سلم يوم تامرام لعبي رس أكبر تقل السمطن حكم تفاصيله دا تلالت قدم لجنة تنفيذية محبر وطن والد أنسات إريتريا علب عصر وقدامين الزوم اجتمعوا دي بيوم عصر سس وعصر سبع ديسمبر دي بأسمرة سرقلات التامن قبط عدوى كارج لمطايا أنفار لجنة تنفيذية لحضر يديب اجتماع محبر دي بسنة كلا ألف وعصر سادي مجالات سياسة اقتصاد اجتماعية وبعد لا سرقلي وراتات لا تركب عوتيتات ولا حال فيو متاكل بتفاصيل بشكل تقارير نايك العقلي متقدمة وهدك فا احتفال ذكرى 4 سنة متأسسات محبر وطن والد أنسات إريتريام أوروت من نصر قلا برنامجات كمسال على التشرح عند حلا فهم والد أنسات قل توكل متنظام قل عفي حوت وعدا قبوت كمساله ما عادات دير راي قل شنقوت لا قب توعيات ولا تركبت منه في القريت لا كسس توضحت قدمام مشتركة التقارير حقولة ودياهو هدق برنامجات سنة كلا 2010 بواجب قل السرقة لا سد أرى قدم يام رئيسة محبر وطن والد أنسات إريتريا السيدة تكاتس بميكائيل التلاس مع التكلمة كاتيمام محبر التلا آتيام التله اللي نام مرحلة لا قبقى قوت وفزعت والد أنسات قلتها اللي متنظامون دا أترد و أدقبا مقدرتون دعابا دي باقتصاد عدو دورو إقل أقدي دولو يكمسل هلا أكدت محبر وطن والد أنسات إريتريا حصل 105,000 سجولات أنفر لا هلو قلو محبرتوم دي باقليم قاش بركة دي بقبط كل أسامن حد 705,000 شعب دد حمام يابسو كدمات في الدي تقل لنسالة شاكا يقولكم سالهلام دي بيوم 10-5 ديسمبر دي بارونتو دي بلقبط مناسبة أنبوتات لفرارة شرحام داريكتر فرع وزارة عافية أقليم قاش بركة دكتور حيلوم كدان التلاس معي كلمة حمام يابسو قل دافعوت بدرجة كارت كدمات في الدي تفايح قبيكم سالهلا دي بشرحكم كفال نايلان من كفلة ورح نوفمبر دي با كل عقاليم عدنات قبئ لليت فيرارو دي با قليم قاش باركام مشارك الشعب واجهزة حكومة زايدة انبوت كمسل هلا ودحام مطمطور لا من حتى اسك سلاسة سنة لعامارو مأنفر لا
تتهيب في الديت يا بصوم من سس ورا حسك حمس سنة لعامارهم أجنيت يا فيتامين إيه قلت هيبكم سلط الحبرات دكتور حيلهم لا برنامج قل السرقل دي بكل وراتات عافيتكم سليهما دي مدارس وابعدنا يدولو مراكز مقدرة قدام كافية أدوية وآلات الدالام لا كادم بصفاية للسرقل كمسل هلاف همام التفرع مسؤول وحدة عافية مجتمع وعائلات السيد برهان أبرهام قل رينا تلحب يا حبري لا برنامج قل تعوت مثل في حينا ومكاريت نايل عقليم لا لسانا مدى لا يكافي قابي سبت اللام لا برنامج التلت حدد أقل وقت قلت ممسايت كمسل هليت شرحام السيد برهان ديب دنقوبا كل نيبرايكا ديبا ديب قروب اللي تركب مركز عافية عندما طاف في الدقيقة قلنسا وأجنيتو قدمات في الدقيقة قلت هيب أطفى قدم دي بعقليم قبلت التلا سنة إلا دي بسع مراكز شتل من نالت شتلة زياد حتى نقطة حتى مليون شتل هلا حد سع مئت وسسة وكلا ألف بشعب في رارو درس عمار كرم وأفراد كمسل شتلة وكيل بعل مش شتل وحيوانات كدنا السيد قبرا مكائل برحة حبرام دي بيوم عصر 7 ديسمبر دي بلا قبقى قيمام دي بلا خبي توضيح السيد قبرا مكائل من نالت شتلة شتلة سبعة وسس مئتايت دي بدرجة السنة كم سلت ركبتها مرام مسؤول راقبوت رزق عيشي وحيوانات كدنا السيد قزائي ياقوب الطرطو دي بعقليم قبلت لا تفرروا حمسة وكلي عقبة عيشي سريت عيشي قل راقبوت ودافعوا جهد ترود سرقوا لكم سل اللو دي بالحبر التلا سنة إلا أنبل قبي قانونية عيشي دي بالأسرطو وفحم دي بالعقو عزلة ركبه وانفر هالسمان 110,000 ناقفة كم سل جازة وشرخام مشتركة ابترطوم رزق عيشي قل تحفز وبديل طاقة قل لها لي قانون عدوتات وأواجات حكومات قل لك كيدول لتكرر جزام كم تليهما أهمية الشتل بلك السيس توعيات قل لك بقل لبلوا بعد أراء وفيناتات قدموهم حكم أقليم قبلة السيد حبت أبتسواتيون هيم أنفر عقبة عيشي وحيوانات كدن سريت عيشي قل تكرر وبرنامج الشتل قل فياح إدارة أقليم زياد كم سلت قدم ديبو أكدام مكاتب وزارة عمل وضمانة اجتماعية دي مديريات شنبقة ودقة دي بدوارات اللي تركب عائلات قدعات اقلن ابن وايات حضرام لا برنامج سمان عائلات من كل مديريات كاب عامة عصر 6 عائلات كمسل شمل وقل كل منن كا عول أسر عصر 1000 ناق فاطال وأباقع كم تهيبات حبرام وكيل مكتب وزارة عمل وضمانة اجتماعية دي بكل ايت لمديريات التلحبة وحبرام قدم إلا ابحد لا تشبه أقبو لسار حياة عائلات دي من بروحان اتحياس كم سلار عيا دي بشرحهم سدايت لاقب اتقلن عائلات هي هدفنا الى برنامج اند فهم ايام اقل بعدام مسل سنة تقل لك بقى اتفا قدوم لا سدايت لاقب اتقلن عائلات هي دي بروحة تغيير اقل امتام مسبال كم سل كدما كديام اتمديرية تقرد دي بورات الدريس وادرسات لطنح مشاكل وتعبت بعد حياس مشاركة وبقى على الدراسة اقل عدد قبوت قبل لطنح جهد نتيجة تركبت منهم مسؤول قدمات دراسة التمديرية مدرس قبر ميكائيل على ازار اقل رينا دي بالحبية حبرين مدرسين ودراسة بل ودو جهد حبر ابديوت وقت اندت شنكا متعياس دراسة اتحياس اند قبا ديبو دي بسنة كلا 1008 عدد حليف دراسة دي بامتحان سام نايفصل 11 مئتايت ليت العلام دي 7 مئتايت كمسل توكلا وعدد دراسة هيم بعشر مئتايت عبود كمسل راح برام دي بواجب عمرهم دراسة لي أنبطة وجنيت كمسل عرود يات تكمسل هو ما عبي كويت قل أبدو لا تنسى مصدارات للتحمد فريل تركب منكم سلها لا لا شرحة مدرس قبر ميكائيل علب نقاط أبديوت كويت من 4 و8 أسك 5 و8 عبوت لرند هلام 10 نقاط برنامجات عريوت اندت فتحيا لعوقياكم سلها لا يا شرحة مدرس قبر ميكائيل دي بدنقوبام لي تم مشروع بنا ودي بتندات لا درسة
لا لا درس ما دارسكم سهل لا يا اللي هي يقول لك بق لها لا جهد لعن كف ثبتها لام بجهات جالية وحكومة ما تأياس يقول لك بقى ديبو أطفا قدام اتمديرية تاكور دات ركبت رتوب قدمات للهيبة 7 روضات 10 و5 ابتدائية 6 مقبي الدرجات وحتينا يكال اي درجات مؤسسات تعليم خدمة الهيبة الايام الا كرنجة بالاريتريا من اسمراتام حكومة قبل السودان وقوات مقاومتها لا تحددها وقد قدمت مما تعديت حكومة قل أسساتكم سلعة التفقة ورئيس سلباكير ميردي تتامرام رئيس سلباكير دي بشرحو حكومة قبل السودان وبرياك ما شار لا تتمرح قوات مقاومة قل 3 سنوات دي مدينة جوبا حقولة ودووه ديق لحل اقلوم كلافات مباليكا سيس ما تعديت حكومة وحدة اقل أسسات اتفوقامكم سل اللواء قدام كليتهم لجهات حامسيت سنتو ادور لهلا حرب حد بقبي سلام قلبها الحوتو للاقدر اتفاق سلام من دفر رمودي بالحلفات يوم 10 نوفمبر ناي حبر ما تعديت حكومة قل أسسكم سل توافقوا للذكرتوم ديش جمهورية كونغو دي بمفقر ضحاينا إلى عدلة لتحركوا قوات مقاومة رواندا بلو دو عمليات عسكرية لا طبط يوم حد 300 حامق الحكومة رواندا كم سلسلم يوماتها مرام لا حكومة رواندا لا استلمت توم سلحام دي بالحلفة ورح دي بعقليم كوشي التالة قبقت فرارة عسكرية لتثبتها وكم سلطون بعن نسال ديش حكومة كونغو حبرام ديش حكومة كونغو بلا وديو عمليات عسكرية دي مفقار طحينا إلى عدلة لتحركو سواتر لا لتركب سواتر قوات معارضة بكمال وكم سلطبتيو رئيس فليكس ات يوم 10 ديسمبر التلحب يشرح بوركم سل على لا لتذكرتوم مناتا سلحام قوات مقاومة دي بيوم 15 ديسمبر مثل غاندا تلت حدد دوارات جمهورية كونغو بلا ودو ناي رد فعل هجومات 10 وكل 3 نفر كم تلت قتلوا تقارير الحبرون من حرس اللي ديش جمهورية كونغو انبوت لها عمليات عسكرية تقل لدي بمنطقة مدين جر العلاقة قتل ومتشع تاريق الإيل مكره فرهد كم سل هليت ما تقبلتنا إلى دوار فرهتهم شرحهم حيث ما تنسيتنا اقل يوم فجر دولي لغلاك بارعد وكاريج دي بلتها محلام